برحب بحضراتكم مرة تانية معانا في صباح النور. لسه كنا بنتكلم عن الغضب. الواحد لو ما نفسش وعبر عن اللي جواه بيتعب وبيتضايق وممكن يكبت في نفسه وبعدين تطلع عليه في صورة أمراض. تخيلوا بقى لما الأطفال تشيل جواه أو يبقى تعرض لأذى أو لإهانة ومش قادر يعبر عن غضبه، مش قادر يرد على اللي شتمه في المدرسة ولا قال له كلمة وجعته أو جرحته. في نفس الوقت احنا بنبقى مش عايزين نعلم ولادنا انهم يبقوا يعني هجوميين، يقولوا كلام غلط يتحاسب عليه، يتصرف تصرفات عدوانية أو عنيفة. طب أنا أعملها إزاي؟ دي معادلة صعبة قوي. إزاي أعلمه يرد الإهانة بطريقة شيك، بطريقة كويسة يحس فيها أنه هو أخد حقه من غير ما أنا أعلمه كمان يكون شخص عدواني وينفس عن الغضب اللي جواه، يحسش أن إحنا بنيجي عليه. معادلة محتاجين نتعلمها نعملها مع أولادنا عشان لما يكبروا يبقوا أسوياء نفسيا وصحيا. بيسعدنا وشرفنا جدا دكتور نيلي نبيل، دكتوراه في فلسفة التربية جامعة القاهرة. صباح الفل دكتور. صباح الخير. منورانا. منورانا جدا يا دكتورة. أهلا بيكي. هي الأطفال بيتعلموا لما يشوفوني ولا لما أنا أقول لهم لو حد زعلك أو حد ضايقك أو حد شتمك أو كذا أو كذا تعامل معاه بالشكل الفلاني؟ يعني فكرة الإهانة دي حاجة صعبة. يعني ممكن أنا ابني أكون بعلمه في البيت وبكلمات لطيفة وكل حاجة وبتاع، ممكن يروح يشتري حاجة من السوبر ماركت يقابله عيل صغير ولا حد يقول له كلمتين شتيمة يعني. فدي محتاج أن أنا أعلمه ولا ما هو محتاج يشوفني انا بعمل ايه فيعمل زي الاثنين؟ اولا حضرتك مثال للطفل بتاعك. أمين. انت رقم واحد يعني. أمين. المثال الاعلى ليه ماما وبابا. أيوه. فبالتالي لما يشوفك بتتصرف ازاي هيقلدك. أيوه. ركز مع نفسك كده وشوف نفسك دلوقتي انت كأب مش حاسس ان انت بتكرر حاجه بابا كان بيعملها او ماما؟ ممكن وارد. لا اقعد فكر فيها مع نفسك هتلاقي في تصرفات بابا او ماما كانوا بيعملوها حتى لو سلبيه. بقيت انت بتعملها دلوقتي. ما اعتقدش بس تمام ماشي. بس اقعد فكر فيها. ان انا لازم المره الجايه اعرف انت فكرت وحصل ولا لا. ماشي. بس هي احنا دايما مرايه بتنعكس على اولادنا، اي تصرف بتعمله صح او غلط هتلاقي الولد بيقلدك. اولا انا بحبك قوي فهبقى شايفه بابا ده مثل اعلى ليا، هقلده في الحلو في الوحش وانا مش عارف ده حلو ولا وحش. فدايما ناخد بالنا من تصرفاتنا في ردود الافعال، خصوصا مثلا لو انت بتسوق عربيه ومعاك الاطفال، لان احنا دايما مثلا كاباء او امهات واحنا سايقين العربيات بتحصل مشاكل، خصوصا في مصر طبعا كلنا بنستنصح في السواقه، فممكن يحصل موقف يعصبك قوي فيبقى رد فعلك مش حلو، هيركزوا معاك قوي في الرد افعال، تشتم في تتخانق مع حد فهو بيلقط، يبقى دي طريقته في الرد بالظبط. حتى كمان في الانجيل قال اغضب ولا تخطئه. فانت من حقك تغضب بس خد بالك قوي انت بترد، هترد ازاي. يعني الفقره اللي قبليه احنا كان لازم نسترشد بالايه دي ان الانجيل قال اغضبوا ولا تخطئوا. فلازم واحنا غضب الانسان لا يصنع بر الله بالظبط. فاحنا ناخد بالنا انت انسان ممكن تتعصب ممكن تعمل حاجه، بس خد بالك قوي من ردودك هترد ازاي. انت من حقك تاخد حقك بس خليك ذكي قوي وانت بتاخد حقك. يعني انا مثلا دربت نفسي ان انا اوصل انه مثلا لو انت عصبتني هاخد حقي منك وهقول لك كلام صعب قوي 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 بس تعرفش تمسك عليا غلطه. طلع لي غلطة واحدة أو إن أنا شتمتك أو إن أنا أهنتك أو حاجات دي، طبعا عايزة تدريبات رهيبة في الأول. طيب نبدأ مع الطفل إزاي؟ سيبنا بقى من إحنا ككبار، نبدأ مع الطفل إزاي. أولا لازم تكون متأكد تماما إن ابنك ما عندوش مشاكل الأول، يعني حصلته اللغوية مكتملة. إحنا عندنا أطفال متأخرة في الكلام فلازم تبقى متأكد إن حصلته اللغوية مكتملة. في ناس تقولك خلاص إحنا خدنا جلسات تخاطب وبقينا تمام وزي الفل. حلو قوي. حضرتك في جزئية الناس كلها موقعها حتى أخصائيين التخاطب العاديين مش الدكاترة. في لغة بيوصل لها الطفل تبقى اسمها ما وراء الكلام أو السخافات. يعني إيه؟ يعني إيه؟ يعني أبقى أنا فاهم كطفل أنت بتتريقي عليا ولا لأ؟ أنت بتهزقيني ولا لأ؟ أنت لازم تتأكد أن طفلك فعلاً عارف ما وراء الكلام، انت قاصد معنى تاني ولا انت بتهزر بجد؟ دكتور ده في طفل ممكن يبقى بيتكلم كويس بس وقت ما بيتعرض للاهانه تلاقيه بيتلعثم كده، يعني من كتر ما هتضايق ده كده ما عندوش ثقه في نفسه. يتهته وعايز يرد ومش عارف وبالتالي يعرق ويتوتر
دي مشكلات المفروض حضرتك كأم تبقي عارفة كويس ان طالما طفلي تلعثم يبقى انا مع الولد ده عايز تدريبات ثقة في النفس. حتى لو في العادي بيتكلم كويس يبقى مشكلة مش كلام لكن ثقة في الغضب. وانت ممكن مش توصلي في مرحلة غضب انك بتترعشي. تدريبات الثقة في النفس دي فين؟ طيب دي ببتدي اعملها من هو صغنون خالص. لا هو يعني مثلا اكبر شويه بس انا حسيت ان انا هبتدي من الصغر واكبرها معاه. هبتدي ازاي؟ هدي له مسؤوليات في البيت. طبق لي لبسك، حط لي الحاجه دي هنا، تعالى ساعدني في المطبخ، تعالى رتب حاجات، حطه في موقف وادي له اختيار وخليه مسؤول عن اختياره. يعني دي مش حاجه محتاجه متخصص، ده ممكن انا اعملها في البيت خالص. ده انت لازم تعملها في البيت. متخصص ايه وانت عندك طفل مضطرب نفسيا؟ اديله دايما مسؤوليات. دايما مسؤوليات صغنون على قد سنه. دور كده على الجوجل وطلع من الجمعيه النفسيه الامريكيه مهام لكل سن. لغايه المراهقه هتلاقي مهام لكل سن عشان ما تثقلش عليه مهام اكتر من سنه. ينفع اديله مهام مثلا هو في فتره المراهقه 14 15 سنه؟ ده كبير بقى. او يعني كبير ينفع يعني ايه المهام بتاعته مثلا؟ ده المراهقين ولا صغنانين؟ المراهقين. المراهقين لا، ادخله معاك في مسؤوليات كبيره خلاص بقى. شغل مثلا بتاعه؟ شغل بسيط يعني برضو ما شغله في الصيف. واخد بال حضرتك؟ يعني مثلا انا عند ابن اختي متخرج دلوقتي، بدات انزله تريننج معايا في المدارس اللي انا بشرف عليها انا ومامته طبعا. النهارده اتخطف اول ما اتخرج، لان انا خليته اشتغل مدرس، بس مدرس في الصيف، وانا عارفه انه مدرس مع مراحل ايه تاسيس. فاحنا بنعمل حاجه اسمها سمر كورس، ناخد الولاد الصغننه تاسيس اللي عندهم دروبات او حاجه، خد يا حبيبي ابدا اشتغل. وبدا يشتغل وخد اجر. فدي حاجات بسيطه اهو، ما اشتغلش طول السنه. يشتغل وياخد اجر دي مسؤوليات وتزود ثقته بنفسه جدا. تعالى اتكلم معاه تحس انك بتتكلم مع شاب حاجه و30 سنه. طب ينفع تبتدي في المرحله دي على طول؟ انا ما كنتش اعرف الكلام اللي دكتور نيلي بتقوله، فما ابتديتش معاه من وهو صغير. من انت دلوقتي عندك طفل مراهق، يعني ينفع ابدا من 10 سنين من 12 سنه ويتقبل مني ده؟ هتعملي ايه بقى؟ هتبدأي كمان عشان يقدر كمان يبتدي عن التعبير عن مشاعره لما يوصل لمرحلة الغضب. بما اني هكمل لكم الفقرة اللي قبلي، اخليه يكتب السلبي اللي بيعمله، لو اصغر شوية يرسم السلبي اللي بيعمله. طب نصلحه ازاي؟ لما يجي يغضب قوي ما يقولكيش انتي عملتي او انت عملت، لو صاحب واحد صاحبه يقول انا، دربيه يقول انا عشان يبتدي يعبر ان انا ما كانش قصدي، ان انا ما كانش وما كنتش عايزه اوصل للمرحله دي معاك في الكلام، انا انا انا. لكن انت دي بيرمي الغلط على الاتهام على حد تاني. طب الحد التاني ده، انا ابني في المدرسه وتعرض اتخانقوا مع بعض، حصل مشكله، او هو انا ابني هادي والطرف التاني او الولد التاني صعب وتربيته مختلفه، فهو مستفز بالنسبه لل اهانه جامد، انا هو العصبي. انا قريت العنوان بتاع الفقره النهارده رد شيك، فيعني ايه رد شيك؟ هو مش رد شيك، هي المفروض تبقى رد ذكي. طب ازاي اعلمها له يعملها ازاي مع حد بيهينه بطريقه مش بتاعتي، مستغربها مش عارف؟ التربيه مختلفه. تمام. ارد ازاي؟ اولا في جزء منه ينفع اتجاهل واخد سبورت من حد كبير. هرجع للمسؤول عني في المدرسه. لو سمحت انا تعرضت للاهانه او للتنمر او 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 لو حد مثلا جه انت مثلا انا وانت مثلا اصحاب فيبتدي يسمعك انت، فانا كنت في لقاء معاكي فبتقولي لي مرتبك كام، فعشان انت مش عايزه تقولي لي فانا ممكن اروح راجع رد السؤال انت مرتبك كام. فتبتدي تحسي ان انا ايه احرجتك ومش عايزه اجاوب، لان انت هتحرجي فهتقفلي الموضوع وتغيريه. فبرضه لما يشوف ردود حضرتك قدامه هيعرف ان ماما بتعرف تطلع من الموقف بشياكه. واحكي له طيب الموقف يا دكتور، يعني بعد ما نمشي اقول له شفت كذا وافسر له الموقف؟ ممكن تعملي سكوب على الموضوع. في يعني حق يعني دكتور هاني من السعوديه بيقول لحضرتك انا ما ينفعش انزل لمستواه واعلم ابني ان هو ما ينفعش انزل لمستواه، هل ده كده كويس ولا لا؟ ولا لا لازم يرد؟ يا يطلع من الموقف بذكاء، يا إما يرد السؤال لو سؤال محرج مثلا يرد السؤال بنفس السؤال بنفس صيغة يعني السؤال. اللي أنا فهمته من دكتور هاني إن هو ما بدلوش نفس ما أنا ممكن أستضعفك.
لا بس ما بدلوش نفس الألفاظ. ما واحد ما بيشتم قلتش ما قلتش يبدل الألفاظ، أنا قلت يتجاهل وياخد سبورت من المدرسة أن أنا محتاج حد يدعمني في الموقف ده لأن أنا حسيت بإهانة، وأسيب الولد اللي متعصب وأمشي وأروح أخد سبورت. عايزة أعلمه ياخد حقه، لازم ياخد حقه. يعني هو لو المدرسة هي اللي عاقبت الولد التاني، هو حس أنه أخد حقه من غير وهو قاعد كده حاطط رجلي على رجل. وهيبقى عبرة التاني لأصحابه كله ويحسوا ان نيلي ايه ده، ده بوسته طلعت من الموقف وصاحبنا ده تعاقب او حصل كده. طب امتى هو يرد وامتى اعلمه ازاي؟ يعني امتى انت اللي ترد وامتى ان انت تلجأ؟ بصي خليه يقع في المواقف، انت تديله الارشادات ويقع في المواقف وسيبيه يتصرف. اصلي هفضل اعلمه، انت فلنفترض اتعرض لموقف كبير قوي، موقف مهين قوي، موقف انت تبقي مدياله الاساسيات وسيبيه، مره هيغلط مره هيشتم بعد كده يعني هيطلع من الموقف. الام دايما سيبهم لي وتروح المدرسه تاني يوم وتبهدل الدنيا وتبهدل الدنيا. مش صح الاسلوب ده، غلط. مش صح. هقول لك طبعا ليه؟ انا لما هكبر شويه هجيب ماما منين؟ هقول لك ليه. هقول لك ليه. فلنفترض انت جيت في موقف كنت مش ما قدرتش تحل الموقف، هيبقى شكلك ايه قدام الولاد؟ صعب جدا. وده وارد يحصل، ده اكيد اكيد. يعني انا مثلا لو حد قال لي ساعديني في كذا، فهم عارفين مثلا ان نيلي دي هتروح وتصلح عشان ليها مثلا رصيد محبه عند فلان. فانا دايما بفكر يا طب فلنفترض احرجوني اعمل ايه دلوقتي؟ طب يا رب حلها يا رب. ما تعرضش نفسك لموقف زي ده مع اطفالك. انا بتكلم بقى على حد قصادني احرج ويبقى شكلك مش حلو، هيبقى شكلك مش حلو. انا اقول لحضرتك، انا لما بيجي ابني مثلا عنده مشكله في المدرسه متخانق مع حد، حلو، انا ما بقول له انا مش دعوه، يعني انت حل مشاكلك بنفسك، روح اشتكي للمتخصص. فبيبقى في الاخصائي الاجتماعي او النفسي، قالك روح اشتكي للاخصائي. طب هو صح يقول له انا يحل بشكلك بنفسك؟ يعني الطريقه صح. بس برضو في حاجه لازم تقولها، يعني الاول نتناقش انا وانت ويقول لي انت عملت ايه عشان نوصل للموقف ده، عشان ممكن يكون خطا من عند ابنك اصلا وهو عايز يداري. ما هو بقى يروح يشتكي، لو طلع هو غلطان يعاقبوه، طلع كويس ما تبقاش الحديث كده. قول له ايه الابعاد، طب انت عملت ايه، طب كان رد فعلك ايه. لا انا بقول له طب مين بدا الموضوع ده مضايقك يعني؟ يقول لي اقول له مش هتقدر يعني تسامحه؟ يقول لي لا انا مش هو عمل وسوى. لا لازم تعرف تفاصيل. هقول لك ايه، لان الاستماع بيبقى حلو، ان انت اولا انت استمعت لي فانت محسسني بقدري. لا اصل هو بيجي مثلا كلم بابا او كلم ما اكلم ما اسمع انا الموقف بقى كبابا. حاضر سمعني بقى ايه اللي حصل، ايه اللي مين اللي بدا. انا قصدي الاسر ما تتدخلش مع بعض في حاجه الولاد. اسمعوا الاول، اسمعوا بعد كده حسيت ان الاسر هتخبط. لا ما تعرضش نفسك انك تكلم حد انت مش عارف رد فعله ايه او تربيته ايه. قصدي كده. هو لو غلطان مش هيروح يشتكي. بالظبط. لا وممكن يكون يعني غلطاء. لا هقول لك حاجه، في اطفال صعبه جدا اليومين دول بتستخدم ذكائها. انا عارفه ان ماما يعني بتحبني قوي. في الاداره بتكلم، في المدرسه مش هشتكي. في المدرسه الماما. بقى هو بيصدره للموقف. ايوه ما انا ده المدرسه بقوله. اللي تحكم مين الغلطان. ايوه لا الطفل الغلطان مش هيروح يشتكي في المدرسه. مش قصدي ان هو عشان ياخد حقه في الموقف. لا انا بقول لحضرتك اسمعه الاول. انا قصدي بيبقى الفكره اللي جوايا انا عايزه هو يواجه فكره بابا اللي هيجي حقيقي يحامي عني. لا بابا ما يروحش اصلا. بابا يروح للضروره يعني. طب هستاذنك في تليفون لحضرتك ناخده ونكمل. يا مدام دعاء اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. اهلا بيكي اتفضلي. معلش بس معايا سن مراهقة كان الأول بيعمل كل حاجة، بيشيل مطرحه بيوضب مكانه بيساعدني في البيت، دلوقتي لا ما بيعملش الحاجات دي. كم سنة يا دعاء؟ عشان يعمل حتى حاجة. دعاء كم سنة؟ 17 سنة. بقى عنيد عنيد معاكي دلوقتي بيرد عليكي جدا جدا وصوته عالي، أقول له وطي صوتك يعلي أكتر. ماشي يبقى اقول له عشان الناس يقول لك مالناش دعوه بالناس. هو بيبقى بس فرحان عشان فتره المراهقه صوته بيخشن بس شويه. 17 ده بقاله فتره. 14 ولا 17؟ 14 شاب يعني. انا بقول 17 ده بقاله فتره يعني المفروض ان تخطى خلاص قرب يخلصها. بس ده طبيعي في مرحله المراهقه. هتقولي لي حاجه هقول لك عكسها. هتوطي صوتك هعلي صوتي على الاخر وهضايقك. دي طبيعي. اصعب مرحله في حياه الانسان مرحله المراهقه اللي هي ممكن تبدا مبكره شويه من 12 لغايه 17 وقرب يخلص. طب انا امتى اطمن ان دي مرحله وابني تربيتي ليه وانه كان حلو وكان بيساعد وكان بيعمل هيرجع لطبيعته الكويسه دي تاني، ولا هيكمل معاه العنف والعند دي طريقه؟ عنف وعند احنا بنعمل لها قياس.
احنا كاباء، عشان ما تقوليش اوديه المتخصص، احنا قياس عنف مستمر يبقى انا اذا عايزه متخصص. ردود ممكن يوصل انه يضرب حد ويعور ويجيب لك مشاكل، لازم تتدخلي مع متخصص. لا، رد كلمه بكلمه، ما بيعجبوش حاجه، صوته عالي عليا على طول، عايز دي بقى مرحله المراهقه. برضو نفصل بين انه بيبي اقل من 12 ولا واصلين لمرحله المراهقه الصعبه اللي لازم على طول نقاش زي دعاء كده. تبقى امتى تطمن ان ابنها بعد شويه هيرجع لطبيعته؟ لان انتوا تربيتكم كده، فهتلاقي اول ما بدا يبقى في الكليه كده وربنا هداه يبتدي يحس بالاهل ويبتدي يتكلم مرة تانية لطبيعة يرجع. يعني نحاول نعدي الخمس سنين دول بأي شكل، انهم هيبقوا اصعب خمس سنين معاها. طب انا عايز اسأل الحاج سؤال دلوقتي، انا لما باجي انتقد ابني، انا نقد ليه من وجهة نظري دايما بقى نقد بناء، انا عايزة مصلحته، عايزة احسن حد في الدنيا. طريقتك عاملة ازاي؟ فايه اللي يخليه يقبلني او يشوف اني انا مش بنتقده نقد سلبي؟ ايه اللي يفرق؟ انا قلت لك ان جسمك مليان، فالمفروض ما تلبس اللبس ده. ايوه، طريقتك مش حلو. طب اقولها له ازاي؟ بس حبيبي عشان شكلك يبقى اشيك او يبقى الاوتفيت شكله جميل ومميز، بلاش دي عشان ممكن تكون بتبرز حاجات مش هتبقى حلو قوي فيه. اختاري اسلوبك. احنا مشكلتنا ان احنا تك مع الطفل. أيوة. مش بنركز ان انت ممكن النهار تكوني بتتنمري او بتجرحي، بتاكل طول النهار، التلاجة ما بتتقفلش. انا مش مكفية عليك، فلوسي خلصانة على اكلك بقى، مش عارف اعمل ايه. بتنمر عليه. أيوة. فكرة المذاكرة مثلا، انت بتتنمر ومش مش مركز. صح. وبزعل لما حد يتنمر عليه. يا نهار ابيض، لو حد قال له انت تخين وانت طول النهار بتقول له انت بتاكل كتير. طب انا مش بس عايز اعلم ابني يرد بالشياكة، انا عايز اعلمه اصلا يرد. لان اوقات يقول لك فلان غلط فيا، مش فلان ده قد في السن، ممكن يكون اكبر منه، ممكن يكون بيشتري حاجه والراجل ضحك عليه، او يعني عامله مش كويس، عامله بشكل مش كويس، يقول لك بس انا ما ردتش عليه. لا بحلو ولا بوحش. بص هقول لك حاجه، هو الفكره كلها زي الموضوع بياخد وقت طويل. انت بتاسس فيه القصه من وهو صغير. اولا ثقته بنفسه اهم حاجه، ما انا ممكن ما ردش بس ما ثقتي مش مهزوزه. ايوه تمام. فانا اوريدي بديله زي ما قلنا مسؤوليات، بحطه في موقف واخليه يختار. يعني مثلا بنتي دلوقتي مصممه تلبس الجاكيت، تلبسيش، بس الجو بره ساقع على فكره، تتحمل بقى. بقى انا برمي طبعا شال في العربيه وكده عشان لو حصل حاجه تاخده، بس بسيبها تسقع شويه. شفتي بقى عشان ما خدتيش الجاكيت حصل ايه؟ هي تايه واحنا اللي بنشيل في الاخر. لازم تديله موقف يبقى مسؤول عن اختياره. يشيل نتيجه اختياره بالظبط، عشان بعد كده يسمعك. انا مش بضحك عليك، انا بقولك انك هتتعرض لكذا. ثانيا بس عايزه اقول حاجه، بطلب من كل المدارس في مصر، سواء كانت حكوميه او خاصه، يا ريت نتكلم عن التنمر وتوعيه التنمر، مهمه جدا. حتى لو مش هتتكلم وحد هيسمعك، شوف افلام واعرضها على الطفل على شاشات. في المدرسه تتكلم عن التنمر وازاي اقدر ارد، لان الافلام دي والتوعيه دي مهمه جدا. نشوف في سن المراهقه ويمكن اكتر من كده شويه بيموتوا نفسهم بسبب المتنمرين يعني. طيب بشكر حضرتك جدا. ونورتينا دكتوره نيلي نبيل، دكتوره في فلسفه التربيه بجامعه القاهره، نورتينا جدا. ربنا يخليك. نورتينا دكتور، صباح الفل على حضرتك. شكرا لوجودك معانا. بنشكر حضراتكم كمان جدا على حسن متابعتكم لينا في حلقه النهارده. بكره ان شاء الله هنكون اجازه من صباح النور، بكره تتابعوا قداس على الهواء مباشره، هيبقى مع نيافه الحبرجي الانبا إيلاريون من الغردقه لرسامه اباء كهنه جدد، ونقابلكم ان شاء الله يوم السبت على خير في حلقه جديده من صباح النور، ويومكم جميل. صباح الفل. We'll be right back.